خويا من اليوم ما بقاش هتلف. انت كتعيط ليا خويا، شحال واحد كيعيط ليا كيقول لك اودي عطيني تليفون اقل من 2000 درهم وري لي احسن تليفون اللي غادي ناخذ ب 2000 درهم ولتحت، ما بين 1500 درهم حتى 2000 درهم. حنا الاخوان عندنا التليفونات، عندك ما بين 1500 درهم حتى 2000 درهم اول تليفون غتاخذ، يعني باش غتبدا هو هذا ازروك اس من شركه سامسونج، فيه 128 جيجا 4 جيجا في الرام، ما عندوش غير بروسيسور ما والو، حيت راكم عارفين الشركه ديال سامسونج يعني تليفون ديال الخدمه. هذا الاخوان كيبقى الثمن ديالو 1600 درهم. عندنا الهواوي، شركه الهواوي راه باقي كدور السوق الاخوان، راه باقي كاينه. كاين الهواوي نوفا اكريك 70 فيها 128 جيجا 4 جيجا في الرام، تليفون خير الاخوان. المشكل الوحيد اللي كاين هو ما فيش بلاي ستور، ولكن راه فين الابليكاسيون ديالو كاملين، واتساب كلشي كاين، اليوتيوب كلشي. هاد الثمن الاخوان، الثمن ديال هذا اكريك نوفا اكريك 70 1600 درهم. عندنا الخيار الثالث هو ام 13 ديال سامسونج، هذا الاخوان راه كان داير 2100 درهم، فيه حتى 128 جيجا 4 جيجا في الرام. علاش ام 13 الاخوان؟ الناس اللي كيبغوا الباتري شويه شد لهم تليفون الباتري، هو هاد سامسونج ام 13 ولا الام كما بغا يكون الام، كيشد في الشارج شويه. الثمن ديال هادي كتبقى ب 1799 درهم، 1800 درهم الثمن مخير. هاد الاثمنه اللي كنعطيك اخويا راه الثمن ما يمكنش، ما تلقاش عند شي واحد. عندنا سامسونج 13، سامسونج 13 كيبقى الثمن ديالو 1850 درهم، 1850 درهم، 128 جيجا 4 جيجا في الرام، ما يمكنش تلقى هاد الثمن، غتلقى 2000 درهم، 1950 درهم في بلايص اخرين. عندنا التحفه من شركه اوبو اس 76، اس 76 الاخوان راه كيتباع، كان كيتباع ب 2600 درهم 2070 درهم فقط 1900 درهم. اوبو عشاق ديال شركه الاوبو، هذا راه فيه 128 جيجا 4 جيجا في الرام. عندنا تليفون خطير، هذا نف اي تليفون، اللهم بارك. شوف البروسيسور اللي فيه وشوف الشارج، التليفون علاش ما دويش على الشارج ديالهم كاملين، فيهم 10 واط تقريبا. هذا اول حاجه الشارجور ديالو 33 واط، ثاني حاجه الكاميرا 50 ميجا بيكسل، ثالث حاجه البروسيسور هو 680 سناب دراجون، يعني شي حاجه ناضيه، والباتري 5000 ميلي امبير و128 جيجا 4 جيجا في الرام فقط ب 1699 درهم من الشركه الريمي، هذا كيتباع ب 2100 درهم في السوق. انت عندنا عندنا 12 من شركه الريمي، هذا باش حسمنا التليفون كاملين. دابا اللي قلت لكم من هذا الصف، دابا حاليا هذا التليفون هو اقوى تليفون ما بين التليفونات اللي قلت لكم دابا اللي دوز. باش حسن الاخوان، اول حاجه بعدا فيها الكرو اموليد، الكرو ديالو كيجينا بالاموليد الاخوان 128 8 جيجا اسميت 128 4 جيجا في الرام، 128 الكاميرا 50 ميجا بيكسل، الشارج ديالو فيه 33 واط شارج، الثمن ديالو 1850 درهم. قد ما كنزيدو هادشي كامل راه قل من 2000 درهم، ولكن قد ما كنزيدو كنلقاو هنا تليفونات تساوين 3000 درهم فقط، قل من 2000 درهم. هاد التليفونات الاخوان دابا هنايا قد ما كنزيدو راه كتلقى التليفونات غاليين، يعني كيستحقوا 3000 درهم 2800 درهم، ولكن قل من 2000 درهم عند سايت شوب. كاين بوكو ام 5 اس، هذا راه غتلقى الثمن ديالو 2100 درهم 2150 درهم السوق. هذا الاخوان حتى هو راه فيه فيه البروسيسور ديالو تقريبا ستاندر ياك ستاندر 680، و فيه 33 واط في الشارج، فيه 64 ميجا بيكسل، فيه الكاميرا فيها 64 ميجا بيكسل، فيه الكرو اموليد 33 واط في الشارج فقط 1799 درهم. شوف شحال تنقصات لك 350 درهم. نارزو هيليوس جي 96، شوف شنو جبت لك هدا نارزو 50 الغابر ما كاينش في السوق، 120 هرتز 5000 ميلي امبير في الباتري، 33 واط في الشارج تقريبا بحالو بحال نف اي، ولكن البروسيسور طاحن فيه نف اي. تليفون اخوان خاص الناس اللي مبليين بابجي، هذا الناس اللي كيبغوا الخفه، اقوى تليفون في الفئه الاقتصاديه، ما تدويش معايا. الثمن ديال هذا راه 128 جيجا 4 جيجا فرام فقط 1660 درهم. شوف فين كنا فين ولينا، دابا الى قارنا هذا 1600 درهم وهذا ب 1660 راه بزاف، راه هذا راه مدوبل على التليفون بجوج مرات، ولكن عشاق سامسونج راه ما يمكنش تبيع لي شي تليفون اخر من غير سامسونج. ها باش تعرف.
عندنا 9 برو تليفون ديال 3300 درهم ديجا تباع هذا ب 3300 درهم. شوف شنو فيه جي سناب دراجون 695 120 هرتز 5000 ملي امبير في الباتري 64 ميجا بيكسل الثمن شحال 1999 2000 درهم و 5 جي. شوف كنا طالعين تلقينا 5 جي ب 2000 درهم اش كتسمى اخويا قدي غارو تصبحوا على خير.